Ok, d'accord. Eh bien, bonjour. Eh bien, voilà. Nous, on représente la SBL à Isle of Graffiti. Et on a été contacté par Saïd et Amine pour participer au festival cette année. Et on a décidé d'apporter notre soutien en finançant le matériel de graffiti, en fait, les bottes de peinture pour faire la fresque qui a été réalisée aujourd'hui et hier. Un autre mur qui sera réalisé durant la semaine et encore un workshop. Plaisir de pouvoir supporter un événement comme ça. Moi, je suis déjà venu peindre deux fois à Meknès ici avec Saïd, que j'ai rencontré lors de mes différents voyages au Maroc. Et c'est un grand plaisir, en fait, de pouvoir apporter le soutien et de venir partager la culture hip-hop au sein de cette grande ville, quoi. Voilà. Et la bonne humeur et les bonnes vibes du Maroc. Marche. Oui, et donc là c'est un premier partenariat avec le festival. On espère pouvoir soutenir une seconde fois, voire même un peu plus, et créer des liens avec le Maroc et le festival pour faire des échanges culturels avec Luxembourg et le Maroc. Bien sûr, c'est un grand plaisir de pouvoir réitérer cette opération, voilà, cet échange. Alors moi, c'est Olivier Potosek, alias Sader, ça c'est mon pseudonyme d'artiste, et la SBL, c'est I Love Graffiti. المشكل اللي عندنا في المدينه ماشي المشكل ديال الفنانه وديال المواهب، المشكل ديال المدينه هذه هو ان المسؤولين اللي شادين هاد القطاعات هادو مع الاسف تخلطوا ما بين جوج الحوايج، ما بين بيتهم والمصالح ديالهم هما الشخصيه ولا المصالح الحزبويه ولا الانتخابيه، فحنا ما تنامنوش فيه. هما انتم بيناتكم عموا بحركم عيشوا حياتكم السياسيه كما بغيتوا، ولكن ما تنساوش بانه كاين واحد المجتمع مدني اللي باغي يخدم المدينه، واش غيبقى هو انتم الفاعلين وحنا الفنانين؟ ما يمكنش هاد المدينه ما غاتزيدش على الاقل فنيا وثقافيا، هاد المدينه خلوها تتحرك وتبقوا للجام كما تنقولوا، تبقوا شويه خلوا المدينه تدوز. هذه من ناحيه نرجعوا للمعقوله الكاري. دونك اول حاجه كنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي حضرات معنا اليوم، وكاين ديجا من برا مدينه مكناس، شكرا بزاف. وحنا هادشي تيفرحنا بزاف، وتيفرحني انا غادي يفرح كاع الشباب اللي في الحضاريه ديال مدينه مكناس الصعبه بعدا، اللي تيشوفوا واحد ليمون اللي متجهه لجهتهم. انتم تهضروا على المهرجان، راكم تهضروا على الفنون وعلى الحضاريه اللي تيمارسوا هاد الشباب هادو. فوالا، دونك غادي تنظن غادي نحبس انا الهضره ديالي هنا، وغادي نشوف ندوز الكلمه للناس اللي غيبغوا يعطيو الكلمه. عمر جاتك الفكره ان هذا المهرجان تنقلوا من مدينه مكناس وديروا في شي مدينه اخرى؟ هذا السؤال الاول. اذا السؤال الثاني هو شنو الخصوصيات ديال هذا الفن هذا؟ لان العديد من الناس ما عارفينوش. السؤال الثالث هو ليس بعيد عن هذا المهرجان عن هذا الاختصاص، لكن ما فيها بس نجاوبوا بعض الناس اللي ما فاهمينش، اللي تيقولوا واش مدينه مكناس ما فيهاش الظروف الحفاري وما الى ذلك، حنا غنديروها مهرجان. اذا هذو هما الاسئله ديالي وشكرا. الشهاده الدبلوماسيه المغربيه باللغتين العربي والفرنسي، كذلك جريده الحدث، معك بغيت نخلق معكم حدث لسبب بسيط. شكرا لك مره اخرى على النعمه 24، وايضا نيابه عن الزملاء الاعلاميين، فهي بادره طيبه تحسب لك على هذه البادرة. كسؤال أول هو بالنسبة للميزانية اللي كنهضر عليها السي بولبول، واش كاين، كنعرف بأن دائما كاين واحد كتهضر بأن المهرجانات اللي كتقوم بهم كيكون واحد الدعم ضعيف، هاد السنة هذه يمكن واش يمكن لك تقول لنا زعما شكون هو البيدجي اللي مخصص لهذا المهرجان؟ وأيضا كنشوفوا بأن المهرجانات اللي كتقوم بها كتقتصر فقط على واحد الأماكن خاصة، علاش هاد السنة هذه أو في السنوات المقبلة ما تكونش تكون واحد الانكباب على الأحياء الشعبية؟ كنعرفوا بأن الأحياء الشعبية وبعض أصحاب به من طاقات بالنسبة لجميع الرياضات تكون ان شاء الله التفكير في المستقبل الانكباب على الاحياء الشعبيه. وشكرا لك. وما مدى تطلعاتكم للمنصات المقبله ان شاء الله في شؤون العاصمه الاسلاميه؟ وشكرا.
هذا الثورة تأتي بعد سنة الحادثة في الحوز، وبهذه المناسبة كنطرح على ضحايا الحوز. كنت قلت لي بأنه الميزانية ديال جماعة مدينة مكناس سترفع إلى طموح ساكنة مدينة مكناس وهذا مهرجان لما تزدادش 100,000 درهم. السؤال هو في التالي، واش كتفكره الأستاذ باش الله بأمر الله سبحانه وتعالى نزادكم الميزانية بتوسيع نطاق هذا المهرجان على المستوى الجهوي ليس فقط على مدينة مستوى مدينة مكناس؟ السلام عليكم. إذن أول شيء نشكر السي أمين وردي اللي كنعرفو في واحد المجموعة ديال التظاهرات اللي كيسمح دائما في شغله باش يكون عندنا هادي، علما أن العاصمة الإسماعيلية كان عندها بزاف ديال النوادي وكان عندها بزاف ديال المنتديات الثقافية اللي ما قلتو كما حطيتو دابا هاد الأصبع ديالكم على واحد المجموعة ديال المقطعات مالوغوزمون عندنا في التيار واللي كانت من نو غوميرسيون باغ لا ميم لا بريزونس دي جون أوروبيان كي سون فينو سوتنيغ لا فيل دو مكناس إي لوغ كاماراد أوسي لارتيست. Donc nous vous remercions, c'est un honneur pour la ville de Meknès, vous êtes les bienvenus. Parce que nous avons un mouchkil à trouver les pièces par an. هنا دابا باش نرجعو لمدينة مكناس، كنعرفو بأن هنا في مدينة مكناس عندنا واحد المجموعة ديال الشركات اللي كيصنعو الصفا، وعلى ما ظهر ليا بأن غادي كان ممكن يقدمو يد المساعدة. إذا هذا قبل ما دارش. مشينا شحال من خطرة. شحال نجاوبو. صافي. تظاهر واحد الوقت. وكان السي وكريم عاوتاني سمع في شهاداته كلهم باش يمشي، وقيلا كان تابعه واحد الفرقه ديال الشباب اللي كلهم ساكن بقاو تما واحد يومين ولا ثلاث ايام باش يحيوا جوستومون هذيك التظاهره. كنشكروه من هذا المنبر هذا، وكنشكروا كاع ما كيتصوبوا، ولكن حنايا خصنا نصوبوا حتى العقليات باش يكونوا في المستوى ديال هذه المدينه الرائده في التاريخ اللي هي رابع المدن. يعني مكرم، شكرا على النفس الطويل ديالو باش يوصل لهذا الدور 19، وشكرا على رحبه الصدر ديالو باش تقريبا عودنا ملي عقلتنا بهذا المهرجان. ديما كيفتتح المهرجان بندوه صحفيه ديال الرئه اطار الشفافيه في اطار الوضوح. يعني هذه القضيه كانت صراحه واحد الحقيقه كانت مشتركه بين جميع المهرجانات. اليوم كنشوفوا بلاصه كتندثر اللي باقي محافظ عليها، وهي عاده حميده. يعني باش تكون عندك الجرأة أنك تعقد ندوة صحفية وتستمع جميع الأسئلة وتجاوب عليها بدون أي خلفية، فهذا في نظري أنا الوقت الحالي يعني شي حاجة اللي لا يستهان بها وجب يعني الإشادة بها. السي وكريم يعني كما عودتينا كتجاوبنا زعما على الأسئلة ديالنا بما فيها الأسئلة ديال الميزانية ديال المهرجان. يعني وهذه راه مجموعة من المهرجانات النادرة اللي كنعرفوا الميزانيه ديالهم، خاصة انت عندك واحد الجزء يعني نقدروا نقولوا واحد 60% 70% عمومي، ولكن ديما تقريبا كنلاحظوا في اللائحة ديال الداعمين كاينين دوك الداعمين اللي كانوا معاك من الاول، يعني حسنتيهم مازالين معاك وعززتيهم هاد الدورة هادي داعمين جداد. وقيلا هادشي اللي انعكس على ايام ديال المهرجان، شفناها حتى هي تزادت، وقيلا تضاعفات وقيلا من 10 ايام دابا كنشوفوا وقيلا شي 20 يوم. غير هاد الانعكاس فين غيكون؟ فيها شنو؟ حتى الداعمين الجدد اللي كاينين قيلا في جسم العماله مشوار كاين داعمين جداد زعما داك الصاحب، يعني شنو الاضافه النوعيه اللي غادي تترجمها في البرنامج ديال المهرجان؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، دابا تقريبا دوزنا الصيف ما كاينش شي تظاهره ثقافيه اللي كبيره من حجم مثلا المهرجان تكون حضاريه، يعني دوزنا الصيف ناشف كما كنقول، كان حتى شي نشاط، داز عيد العرش، داز عيد الشباب، دازوا مجموعة من المهرجان، دازوا مجموعة من المناسبات اللي كبيرة، وتقريبا ما كان فيها حتى شي نشاط. حنا بالنسبة لأمين وكريم اللي تبعينهم من عدة دورات، عارفين هاد الوقيتة ديال كيجي شهر تسعود، يعني عودتينا أن هذا الموعد هذا تقريبا سنويا يكون مهرجان ديال الفنون الحضارية. هذا العام كاين واحد الخصوصية جديدة
كاين واحد المهرجان اللي تاهو دولي وعندو تاهو دورات عديد تقريبا واقيلا معرفتش شنو الدورة وصلها وين خصكم توصلوا واحد المستوى ديال الموتش وكتنضموا واحد المؤسسة عمومية مال عمومي 100% كاين حتى شي داعم من الخواص وكنشوفو كيزاحمك في هاد الموعدات في حين أنه كانت واحد المؤلف شخص صغير شخص ثانية كان من الأحرى نلقاو هكاك في هذيك الفترة اللي يكون فيها وانت كنلاحظ لائحة الداعمين ديالك كاينة المديرية ديال الثقافة ولا هي اللي في نفس الجهة اللي مضوات بها الرجل كنتسائل واش مكاينش تنسيق بيناتكم يعني صمنا الصيف كامل الخرجة شهر 9 جات هاد الفترة هادي 20 يوم في نفس الوقت وشكرا De la bouffe de sac. Ils n'ont pas voulu ça, on veut Marcoda. Donc j'ai fait des casseroles de Marcoda, deux casseroles de pour chacun. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont mangé ce matin. ولكن بداو تيجيو لعرب بوحدهم الحمد لله يعني السنغال السعوديه لوكسمبورغ لا بلجيك البرتغال دابا كاينه كما قلت لكم الزنقه في البرتغال بسميه ديالي اللي مشات كفريكا ديال شي تصويره سعوديه دونك الحمد لله مي بالنسبه ليا الحلم ديالي في مكناس ان الفيستيفال ديال مهرجان الفنون الحضاريه للرقص الحضاري الحر خصو ياخذ بلاصتو كما يستاهل يعني خصو دابا راه حشومه ليديسيون 19 ومازال عندنا مشكل ديال الفلوس يعني خصنا واحد نكونو الكوتي فينونسيير نتناو عليه باش يبقى الاستمراريه هنا بدا في مكناس بدا في الجداريات وما عندنا حتى ميكا جداريه في مكناس ميكا جداريه هما العمارات الكبار من غير ديك اللي درنا في بلادين راح نشوف ديك اللي درنا في الدخله ديال سيدي بوسكري ياك الفورمون فهمتيني مراكش جديد الرباط كازا ولو جداريات مليوحين ولا الا جا شي براني من برا اش غايقول؟ غايقول لك كل مهد الوغ كل مهد هو مكناس دونك انا الحلم ديالي الا وصلنا لذاك لو نيفو ديال غنبداو اي عماره نطليوها شي حاجه زوينه يعني راه المهرجان راه عنده الحبه صحيحه وانا ما كرهتش تكون عندنا الحبه صحيحه باش اول حاجه نرجع فلوسي يا خوتي نكذب عليكم اول حاجه تنتخلص كمدير المهرجان نرجع فلوسي ماشي تنقول لك ناخذ فلوس نرجع فلوس انا خاسر بارد الفلوس على هذا المهرجان من 2005 حتى لدابا راه شي 200 مليون ولا 200 والصف اللي نجيبي تنهضر معاكم بصح يعني راه حياتك واحد اخر تيقول لك انت احمق فعلا ولكن انا تنشوف راسي ماشي احمق تنشوف راسي ولكن كلهم باغيين يجيو يكونوا في الصف ويخدموا هذه يتهلا في الشطوح هذه يتهلا في صاحب الكراميتي هذه يجمع هذو دونك هذيك تنشوف هذا الامبيونس انا تنفرح يعني راه درنا شي حاجه عندنا واحد العائله كبيره المغرب في المغرب كله ما تيجي طلعت في المهرجان وهذا المهرجان الوحيد على الصعيد المغربي الافريقي والمغرب العربي مويان اوريون من النوع ديالو ما كاينش يتحدى يجيب شي واحد شي مهرجان بحالو في مويان اوريون ولا في افريقيا وانا اونيك وهذا الفيت انا اونيك بعدا راه تنفتخروا بها والحمد لله دونك تنشكركم منابر الاعلاميه وتنستسمحكم الى تعطلت عليكم